عيون جل مغمرات يا حي مركوب. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، نصل بكم إلى انطلاقة شوط الختام، شوط رمز الزمول من مسافة 8 كيلومترات. خنجر مرصود للفائز بالمركز الأول. ننوه لجميع أصحاب الرموز الفائزين بأشواط صباح هذا اليوم بأن التتويج في المنصة الرئيسية بعد انتهاء هذا الشوط مباشرة، وبعد انتهاء رمزي هذا الشوط مباشرة إلى عمق الميدان للتعرف على الأسماء القوية التي تشاركنا من مختلف محافظات وولايات السلطنة، قادمة بهدف الفوز وهدف الانتصار وهدف معانقة أغلى الرموز في هذا المهرجان. أمسية يوم الختام، حيث شوط سيف الاتحاد الذي ينتظره الجميع في هذا الموسم الاستثنائي. مباشرة نذهب إلى عمق الميدان للتعرف على أول الأسماء المنطلقة والباحثة عن الرمز، مباشرة إلى من انطلق. الرهاوي محمد بن حمد بن إسباع السعدي يقدم انطلاقة الرهاوي، لكن حصل دخول وتغيير على مقدمة الشوط. تقدم الذيب محمد بن سعيد بن راشد الحكماني، يقدم الذيب مع البداية. أيضا ميمنة الميدان تحمل تحدي جديد، اسم يتدخل على الصدارة وعلى القيادة، سلهود عبد الله بن حمد بن علي اليحافي، بدأ يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط بدوره، بدأ ينطلق إلى قمة ورأس هرمي هذا الشوط. ثانيا الذيب محمد بن سعيد بن راشد الحكماني، والمركز الثالث ود الشبابي سالم بن حمود بن سالم المالكي يتقدم ليقدم ولد الشبابي القادم مع ثالث المراكز، بينما رابع المراكز ياهين محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي احد ممثلي هذا الميدان وميدان وهرة بالتحديد وولاية بركة. المركز الخامس اللي من الجانب الاخر نحاول نتعرف عليه القادم، هملول سعيد بن خميس بن عبد الله العمراني يقدم هملول، وصل في هذه اللحظات. وصل ايضا القادم هو المنطلق في هذه اللحظات، رمز عيسى بن سالم بن علي بن طناف الدرعي صاحب رمز مهرجان الاتحاد الذي اقيم على ارضية هذا الميدان من العام الماضي. اليوم في هذا العام يريد ان يضيف الرمز الثاني. ايضا التواجد هناك من اللي تقدم مع ثامن المراكز المتواجد والمنطلق، حدث مانع بن سلطان بن حميد البلوشي يقدم انطلاقة حدث القدوم مع تاسع المراكز. وصل عنبر سعيد بن علي بن حمود العويسي يقدم انطلاقة عنبر، وصول من عاشر المراكز اللي تقدم بدوره مولع محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي. هذه النتيجة للأسماء المتقدمة، للأسماء العشر المتسيدة لهذا الشوط. ولكن حصيلة هذا الشوط هناك 32 من الزمول يشارك بهدف اختطاف الرمز الغالي وتسجيل اسم بطل من ابطال مهرجاني سيف الاتحاد. يا سلام العودة مباشرة الى البداية والى الصدارة اللي تقدم البلوشي في هذه اللحظات ليؤكد حضور شعاره
مع البداية والصدارة. هنا حدث مانع بن سلطان بن حميد البلوشي يقدم انطلاقة حدث منطلقا بهذا الموقع باحثا عن الخنجر الذي رصد للفائز بالمركز الأول، بالإضافة إلى المبالغ النقدية المجزية التي قدمت للمراكز المتقدمة بهذه الأشواط التي عشنا وقايعها طيلة أيام هذا المهرجان. لم يتبقى إلا هذا الشوط، وفي يوم الغد الأشواط الحماسية والنارية والتي تلتهب في أمسية يوم الغد بحضور مشرف وحضور كبير. هنا مجريات هذا الشوط لا زالت في مسيرتها. هنا ثاني المراكز الذيب محمد بسعيد بن راشد الحكماني يقدم انطلاقة الذيب. المركز الثالث وصول شاهين محمد بسعيد بن خلفان الرشيدي يقدم انطلاقة شاهين، والقدوم من هملول سعيد بن خميس بن عبد الله العمراني وصل في هذه اللحظات، وصل مولع ليعزز شعار الشيخ سعيد بن خلفان الرشيدي. هذا الشعار المميز يشاركنا باثنين من الزمول في هذا الشوط، يريدون ابناء بركة ان يحافظون على هذا رمز وأن يبقى في ولاية بركة. يا سلام على القادم والمنطلق سلهود عبد الله بن حمد بن علي اليحافي يقدم انطلاقتي. سلهود وصل رمز بطل الرمز في هذا المهرجان، أيضا مهرجان الاتحاد الذي أقيم على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، عيسى بن سالم بن علي بن طناف الدرعي يقدم رمز باحثا عن الرمز الغالي، باحثا عن التواجد في منصة هذا الميدان بعد لحظات قليلة. يا سلام على اللي قادم، وصل ولد الشبابي سالم بن حمود بن سالم المالكي يقدم ولد الشبابي. قدوم ايضا ممتاز من الرهاوي محمد بن حمد بن سباع السعدي، وفي عاشر المراكز هناك الأسداني حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، بنطلق عليه الأسد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا هذا الاسم. لكن العودة مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى البداية وإلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، حيث المقدمة، حيث الصدارة، حيث الذيب. هذا اللي بدأ يكشر عن أنيابه، وخلك ذيب يا مالك الذيب مع الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، الذيب محمد بسعيد بن راشد الحكماني من يتقدم مع البداية والصدارة. هنا مع مقدمة هذا الشوط نقترب من آخر 3 كيلومترات، تتبقى من عمر شوط رمز الزمول الذي لم يتبقى منا إلا 3 كيلومترات بعدما قلصنا أول 5 كيلومترات. هناك المركز الثاني، هذا اللي بدأ يتقدم، هملول سعيد بن خميس بن عبد الله العمراني بدأ يتسلل إلى ثاني المراكز، والبلوشي من الجانب الآخر. حدث مانع بن سلطان بن حميد البلوشي يقدم انطلاقة حدث، وصل مولع مع رابع المراكز محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي يقدم انطلاقة مولع تعزيزا لهذا الشعار. يصل شاهين محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي من يدفع باثنين من الزمول في هذا الشوط، يريد ان يحافظ على هذا الشوط. وصل رمز، وصل رمز عيسى بن سالم بن علي بن طناف الدرعي
هل سوف يكرر الإنجاز؟ هل يضيف الرمز الثاني في هذا الموسم؟ يلا يا أبو إبراهيم، يلا يا أبو إبراهيم، يا من تتابع هذا الشعار، الجماهير اليوم يطالبونك بالكثير، الجماهير يطالبونك بالكثير، أبناء سيح العراد هناك يطالبونك يا أبو إبراهيم أن تصعد إلى المنصة عن طريق رمز. وصل الأسد في هذه اللحظات حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، كما وصلت الأسماء التي بدأت بالظهور من الخلف لملاحقة هذه المجموعة المتقدمة، لكن الذيب بدأ يغادر، بدأ يقترب من الرمز، بدأ يقترب من الرمز، الذيب الذي بدأ يباعد الجميع، بدأ يكشر عن أنيابه، مستعد للانقضاض على الخنجر عند دخولنا إلى الكيلومتر الأخير، لكن هنا 2 كيلومترات، هذه المسافة اللي تتبقى من عمر هذا الشوط، وبدأت الأسماء هناك بالتحرك، هذا الذيب اللي باع محمد بن سعيد بن راشد الحكماني، لكن أبناء بركة قادمين، أبناء بركة قادمين يقدمون للم ولع، محمد بن سعيد بن خلفان رشيدي، هذا شاهين يلاحق مولع مع ثالث المراكز، واللي قادم العمراني، وصل الأسد، وصل الأسد حمد بن محمد بن سالم لوهيبي، وصل رمز سالم بن علي بن طناف الدرعي، وصل ولد الشبابي سالم بن حمود المالكي، كما الوصول من سلهود عبد الله بن حمد اليحافي، وصل عنبر سعيد بن علي بن حمود العويسي. يا سلام، حلوت المنافسة، بدأت الزمول، بدأت الزمول بالهدير، هنا بنوك المستقبل، هنا فحول المستقبل، بنوك الانتاج تشارك في هذا الشوط، والخنجر، الخنجر يا الحكماني، ركز واركد، ركز واركد يا الحكماني، المنصة بالانتظار، الخنجر بالانتظار، هنا مع البداية ومع الصدارة، الذيب اللي مكشر عن انيابه يقترب من مدرج الناموس، يقترب ان يهبط رويدا رويدا في مدرج الفوز، مدرج الناموس، وصل رمز، وصل رمز باحثا عن الرمز، وصل بابراهيم ببطولاته، بانجازه السابق، برمز هذا او مهرجان الاتحاد، ايضا هذا اللي قادم، هذا مياس علي بن سلطان بن حمد العويسي في اول اذاعه، اول دخول، يريد ان يهدي الخنجر لمالكه، لكن الذيب، الذيب، وخلك ذيب يا مالك الذيب، اصمد في اللحظات الاخيره، لكن مياس، مياس، مياس في الموقع الحساس يختطف الخنجر، يختطف الخنجر، رمز موجود في صلب المنافسة، سالم بن علي بن طناف الدرعي، شوف اللي قادم، شوف اللي منطلق، شوف اللي وصل، هذا، هذا اللي قادم، مصدع سعيد بن حميد بن غاس العمري في أول إذاعة، أول انطلاق، لكن مياس، 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 يقترب من اللحظات الأخيرة، كما يقترب من الرمز، يقترب من الخنجر، الخنجر بالانتظار، رمز الزمول، رمز الزمول، هدير الزمول، رمز الزمول، بقبضة مالك مياس، علي بن سلطان بن حمد العويسي، وتعال بتستلم الخنجر بعد لحظات، سلام، سلام لك يا ابو الشبابي، من يقود هذا الاسم؟ تهانينا والناموس، تهانينا والناموس، والخنجر باسم مياس علي بن سلطان بن حمد العويسي، المركز الثاني مصدع سعيد بن حميد بن غاسل العمري، ثالثا وصل فيه من وصل موادع حمد بن حميد بن غاسل العمري، رابعا سالم بن علي بن طناف الدرعي، تهانينا والناموس لمالك مياس، اختطف الرمز والخنجر علي بن سلطان بن حمد العويسي، تهانينا والناموس.